هلا، ازيكم؟ يا رب تكونوا بصحة وعافية. النهاردة بإذن الله هنعمل الجزء 22 مع بعض. الجزء 22 هيبقى فيه سطرين، السطر 56 والسطر 57. هنعمل الاتنين باللون A. دي شلة جديدة فتحتها في اللون لان هو كان خلص. طيب، انا عملت غرزة تثبيت على الابرة ويلا بينا نشوف تكرار السطر 56. 56 هيبقى سطر سهل قوي، هيتعمل فيه غرزة حشو، وكل غرزة الحشو اللي هنعملها هتكون في الحلقة التالتة. الحلقة التالتة من السطر اللي فات اللي هو سطر 55. السطر اللي فات كله كان نص عمود، كل النص العمود اللي داير ما يدور المفرش بتاعنا، كل غرزة منهم هتاخد غرزة حشو واحدة في الحلقة التالتة بتاعتها اللي هي الحلقة الورا. طب هنبتدي فين بقى؟ هنبتدي عند اي اتنين ماركرز. انا دايما ببتدي في دول مش عارفة ليه، بس عموما اي اتنين ماركرز من اللي هم قريبين من بعض او اللي هم متوزعين على اربع اضلاع من البطانية بتاعتنا، هاجي قبل الماركر الاولاني. ده الماركر الاولاني، ده الماركر التاني. قبل الماركر الاولاني بغرزة واحدة بس. حلو، هي الغرزة دي اهي. انا دي غرزة الماركر الاولاني، ودي غرزة الماركر التاني، ودي الغرزة اللي قبلها على طول. هبتدي ان انا اعمل غرزة حشو ستاندنج في الحلقة التالتة منها. اهدي الغرزة، وادي الحلقة التالتة بتبقى قولنا ورا، واعمل غرزة حشو ستاندنج. ادي كده واحد. بعد كده الغرزة اللي فيها اول ماركر، ادي كده اتنين. خليني بس اشيل الماركر عشان تبقى الغرزة باينة قصادي. ادي كده اتنين. هرجع الماركر في الغرزة الجديدة، وادي كده رقم تلاتة، وبرضو هرجع الماركر بتاعها فوقيها. اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، واكمل لغاية لما الف لفة كاملة حوالين المفرش بتاعي، واجي هنا عند اول واحدة عشان اقفل. مهم بقى هنا ايه بقى في السطر ده؟ السطر طبعا تكراره ما فيهوش اي حاجة، هلف اعمل غرز حشو بس، فالتكرار بسيط. مشكلته بس في ان هو العد. انا لازم يكون عندي الناتج 528 غرزة حشو في الحلقة التالتة. يعني لازم وانا بشتغل بعد. زي ما قلت لكم قبل كده، لو سهل بالنسبة لكم ان انتوا تحطوا بعد كل 100 تحطوا ماركر، والماركر ده مش مهم، يعني انا بس مجرد بسهل عليكم عشان في العد، عشان ما تهوش في العد. كل 100 انتوا متأكدين منهم ان هم 100 حطوا ماركر، بحيث ان لو تلخبطوا في العد ترجعوا لأول 100، ما تعدوش من اول السطر. وطبعا كل واحد حر في الطريقة اللي هيستخدمها او اللي هتسهل عليه العد. اهم حاجة ان عندي من اول غرزة واحد لغاية اخر غرزة يكونوا 528 غرزة. هنخلص ونرجع نقفل سوا. وصلت خلاص لاخر السطر، وناقص لي اخر غرزة خالص اللي هي 528 اهي. وبعد كده هبتدي ادخل في راس اول غرزة انا عملتها اللي هي راس غرزة الحشو الستاندينج، وابتدي اعمل غرزة منزلقة. وكده انا خلصت السطر 56. طيب، السطر 57 هيتعمل بنفس اللون، وبالتالي انا مش هقطع الخيط. انا هرتفع بسلسلة وفي نفس المكان على طول هبتدي اعمل غرزة حشو. بعد كده هبتدي اعمل سلسلتين وتجاهل غرزتين عليهم الدور من تحت. الغرزتين اللي عليهم الدور هم الغرزتين اوريدي اللي فيهم الستيتش ماركر بتوعي، فانا هتجاهل الغرزتين دول. هدخل في اللي بعدها على طول وابتدي اعمل خمس غرز حشو على الخمس غرز اللي عليهم الدور. ادي كده رقم واحد، اللي بعدها رقم اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة.
ارجع تاني اعمل سلسلتين، هتجاهل من تحت غرزتين وادخل في الخمسة اللي عليهم الدور اعمل خمسة غرز حشو، يبقى تجاهل واحد اتنين وادخل اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهكرر التكرار ده لغاية لما يكون عندي 8 فراغات من فراغات السلسلتين دول. يعني هكرر تاني، انا عندي هنا عاملة 2، هكرر كمان 6 مرات من نفس التكرار ده. عملت 8 تكرارات. بصوا انا بدأ على طول بسلسلة وحشو في نفس الغرزة سلسلتين، وسبت من تحت غرزتين اللي هما كانوا اللي عليهم الستيتش ماركر، ماشي. بعد كده 5 غرز حشو، وبعد كده قعدت اكرر الكلام ده 8 مرات. يبقى انا عندي كام فراغ من فراغ السلسلتين؟ ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8. وبعد اخر فراغ من السلسلتين عملت 5 غرز حشو زي ما احنا متفقين. حلو، ده كده اول جزء او اول التكرار اللي بنعمله في الاضلاع، تمام. وطبعا انا هنا مش بادئه في بدايه الضلع، انا بادئه في نص الضلع، لكن الضلع كله هياخد 15 فتحه من فتحات اللي هي السلسلتين دول، لكن ده بالنسبه لاول ضلع فهيبقى مش كامل. يعني هنيجي بقى على الجزء اللي في الكورنر ده، والجزء ده هيبقى ليه تكرار مختلف. طيب بعد اخر 5 غرز حشو هنا هنبتدي نعمل سلسلتين، تمام. وبعد كده هتجاهل 4 غرز من تحت، مش غرزتين بقى، 4 غرز من تحت. هبتدي اعد 1 2 3 4، هبتدي ادخل في الخمسة هعمل فيها كلاستر من 3 غرز عمود بلفتين. ادي كده لفيت لفتين على الابرة في الغرزة الخامسة هنا اهو، وابتدي اعمل كلاستر من 3 غرز عمود بلفتين. يعني اول واحد مقفلوش كله، وتاني عمود بلفتين برضو مقفلوش كله، بطلع منه مرتين بس، وتالت عمود بلفتين برضو ما بقفلوش كله، بطلع منه مرتين بس، واطلع من الاربعة كلهم. كده انا عملت كلاستر من 3 عمود بلفتين. بعدين هعمل 3 سلاسل، 1 2 3. بعدين الغرزة اللي بعدها على طول هعمل برضو كلاستر من 3 عمود بلفتين، هلف لفتين على الابرة، بدخل في الغرزة اللي عليها دور، اخد خيط واطلع من 2 واطلع من 2، الف لفتين تاني، ادخل اخد خيط واطلع من 2 واطلع من 2، الف لفتين تاني، ادخل اخد خيط واطلع من 2 واطلع من 2، اطلع من 3 كلهم. كده انا عملت كلاستر تانية من 3 غرزة عمود بلفتين. طيب بعد كده بعد الكلاستر التانية برضو هعمل 3 سلاسل، 1 2 3. هدخل على الغرزة اللي بعدها برضو هعمل كلاستر من 3 عمود بلفتين. ادي كده اول عمود بلفتين مش مقفول كله، تاني عمود بلفتين مش مقفول كله، تالت عمود بلفتين مش مقفول كله، واطلع من 4 فتلات على الابرة. بعد التالت برضو هعمل 3 سلاسل، يبقى انا عملت 3 كلاسترات على 3 غرز عليهم دور. كل كلاستر بيكون من 3 عمود بلفتين. قبل اول كلاستر كنت عامله سلسلتين متجاهلة 4، وبعدين الكلاستر الاولى 3 سلاسل، الكلاستر الثانيه 3 سلاسل، الكلاستر الثالثه 3 سلاسل. طيب بعد الكلاستر الثالثه برضو هتجاهل غرزتين من تحت وادخل في الغرزه الثالثه. في الغرزه الثالثه هعمل برضو كلاستر من 3 غرزة عمود بلفتين. ادي كده 1، ادي كده 2، ادي كده 3، واقفل الكلاستر. بعد الكلاستر دي هعمل سلسلتين بس مش 3 سلاسل، وادخل في اللي بعدها هعمل كلاستر كمان من 3 عمود بلفتين. ادي كده 1، ادي كده 2، ادي كده 3، واقفل الكلاستر. بعد الكلاستر التانية هعمل سلسلة واحدة بس، وادخل على اللي بعدها هعمل كلاستر كمان من 3 عمود بلفتين. كل الكلاسترات اللي انا بعملها دي 3 عمود بلفتين. ادي رقم 3، واقفل الكلاستر، اقفل الاربعة، كده قفلت الكلاستر. واعمل بعدها سلسلتين، وارجع تاني اعمل كلاستر كمان في اللي بعدها على طول. بعد الكلاستر دي هعمل 3 سلاسل زي قبل الكلاستر دي، هعمل 1 2 3، اتجاهل غرزتين من تحت
وارجع اكرر نفس الثلاث كلاسترات دول. هتجهز غرزتين من تحت، تدخل في الثالثه واعمل كلاستر برضو، 3 عمود بلفتين، هقفلها واعمل 1 2 3. ادخل في اللي بعده اعمل كلاستر برضو، 3 عمود بلفتين، اقفلها واعمل 3. هدخل في اللي بعده واعمل كلاستر برضو، 3 عمود بلفتين، واقفلها. والمرة دي هعمل 2 بس مش 3، 2. بسم الله. وتجاهل 4، 1 2 3 4، وادخل في الخمسة وعد 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5، وبعدين سلسلتين وتجاهل غرزتين، وادخل اعمل 5 في اللي بعدهم، 1 2 سوري 2، ايوه 3 4 5، سلسلتين وتجاهل غرزتين، وادخل اعمل 5 في اللي بعده، واكمل التكرار ده لغاية لما يكون عندي في الضلع ده، لغاية لما اوصل للكورنر الجديد. يعني انا عقبال ما اوصل للكورنر الجديد هبتدي اعمل كام واحدة من فراغات دي؟ 15 فراغ. تمام، انا كنت بادئة ب8، معناها وانا بقفل الضلع ده هيبقى لي 7 واقفل الضلع، يبقى كل ضلع هياخد 15 فراغ من فراغات، كل ضلع هياخد 15 فراغ من فراغات، بسم الله، من فراغات اللي هي السلسلتين دول. وقبل ال15 في 5، وبعد ال15 برضو في 5، يعني في 5 اهو بعد اخر فراغ، وفي 5 غرز حشو قبل اخر فراغ. انا ممكن اعيد الجزء ده تاني، بس الضلع مش هعيده. انا هفضل اعمل كده 5 غرز حشو سلستين، اتجاهل من تحت 2، 5 غرز حشو سلستين، وهكذا لغاية لما يبقى عندي 15، ارجع اعيد معاكم الجزء ده تاني. انا عملت خلاص الضلع ده، تعالوا نعد الفتحات بتاعته بعد التكرار بتاع الكورنر اللي احنا عملناه سوا. عملت اول 5 غرز حشو، وبعد كده هنعد 1 2 3 4 5 6 7، دول اول 7. ودايما هتبقى الفتحة بتاعت السلسلتين رقم 8 هتبقى فوق الاتنين ماركر اللي هنا في النص. خلاص دي رقم 8، 9 10 11 12 13 14، وادي اخر واحدة اللي هي رقم 15، وبعدها كمان في 5 غرز حشو. طيب بعد بقى رقم 15 هنعيد برضو الكورنر، بس هعيده بسرعة شوية. بعد اخر واحدة دي هنبتدي نعمل سلسلتين، وبعد كده هبتدي اعمل في الغرزة الخامسة تجاهل 4، 1 2 3 4، وادخل في 5 واعمل كلاستر من 3 غرزات عمود بلفتين. خلاص كل الكلاسترات اللي هتيجي دي بالعمود بلفتين، ادي الكلاستر. بعد الكلاستر هعمل 3 سلاسل، والغرزة اللي بعدها هعمل برضو نفس الكلاستر دي، وبعدها هعمل 3 سلاسل، وبرضو الغرزة اللي بعدها نفس الكلاستر، وبرضو بعدها 3 سلاسل، 2، وادي كده رقم 3. بعد كده هنتجاهل 2 هنا، وادخل اعمل 4 كلاسترات ورا بعض، كل واحدة اللي بعدها هو اللي مختلف، لكن كلهم كلاسترات من 3 غرز عمود ولفتين. يبقى بتجاهل 2، ادخل اعمل اول كلاستر، بعد اول كلاستر هنعمل سلسلتين، ادخل اعمل في اللي بعدها على طول تاني كلاستر، بعد تاني كلاستر هعمل سلسلة، هدخل اعمل تالت كلاستر في اللي بعدها على طول، بعد تالت كلاستر هعمل سلسلتين، هدخل اعمل
رابع كلستر في الغرزة اللي بعدها على طول. بعد رابع كلستر هعمل 3 سلاسل، 1 2 3، والاربعة دول بتجاهل قبلهم 2 من تحت وبعدهم كمان 2 من تحت، وارجع اعمل 3 كلسترات ورا بعض ما بينهم 3 سلاسل. ادي كده اول واحدة فيهم، وبعدها سلسل 3 سلاسل، تاني واحدة، وثلاث سلاسل، اخر واحدة بقى اخر واحدة بعدها سلسلتين، 1 2. هتجاهل بقى 1 2 3 4 وادخل اعمل 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5 سلسلتين، هتجاهل 2 وادخل اعمل 5 في ال5 اللي بعدهم، وهكذا. كم بقى هعمل كم فتحة؟ هعمل 8 فتحات، ودايما دايما الفتحة رقم 8 هتبقى فوق الاتنين ستيتش ماركر اللي هيبقوا موجودين في الضلع. هنا الفتحة رقم 8، قبلها بيبقى فيه 7 فتحات، بعدها بيبقى فيه 7 فتحات. قبل ما ادخل على الكورنر هكون مخلصة اخر 5 غرز حشو، وادخل اعمل تكرار الكورنر ده. ده كده التكرار بتاع السطر 57، وده اخر حاجة في الجزء. هنقفل السطر سوا ونخلص الجزء مع بعض. عملت هنا اخر 2 خلاص، هتجاهل 2 من تحت، اخر سلسلتين وتجاهل، وبعد كده 1 2 3، وادي هنا رقم 4، اخر واحدة اهي رقم 4، ودي اول غرزة حشو عملناها اللي هي تبقى رقم 5، هدخل فيها واعمل منزلقة. خلاص كده انا هقطع الخيط وخلصت السطر 57. ده كان تكرار السطر 56 و57، وكمان خلصنا الحمد لله الجزء 22. اسيبكم في رعاية الله لغاية لما ينزل بقى الجزء 23. اسيبكم في رعاية الله، ومع السلامة.